طبعا انا اعتقد ان اليوم المنتخب السعودي يعني حقق الاهم في مشواره في التصفيات. اقتربنا بشكل كبير من بلوغنا للمونديال 2022 للمره السادسه في تاريخ المنتخب السعودي. انا اعتقد يمكن انت من شوي تحدثت تقول هل هذه المباراه كانت اصعب ولا أسوأ؟ انا اعتقد هل المنتخب كانت السعودي الأصعب ولا كان المنتخب أقل مستوى في هذه المباراة عن المباريات الماضية؟ لا انا اعتقد المنتخب السعودي اليوم كان اقل اداء، يعني ليش؟ في مشوار المنتخب السعودي انا اعتقد يمكن انا اعتقد انها حاجه نفسيه، يعني اللاعبين 4 انتصارات متتاليه، تعادل مع استراليا، واثقين ضامنين، يعني حتى المنتخب اللي تلعب معه اليوم كان منتخب، يعني انا اعتقد يمكن في الشارع الرياضي السعودي الجميع كان متوقع ان احنا نتجاوز المنتخب الفيتنامي، لكن كيف نتجاوز؟ السؤال كيف نتجاوز؟ هل ستكون نتيجة كبيرة مثل المباراة اللي قبل، ولا حتكون يعني مباراة يعني فرق هدف مثل ما فعلت استراليا وايضا مثل ما فعلت فيتنام؟ انا اعتقد اليوم باستراليا واليابان، انا اتصور اليوم المنتخب الفيتنامي كان يعني يميل للخشونة شوي. لاحظت لعبتنا اليوم، اول مرة انا اشوف لعبتنا اليوم كانوا متنرفزين شوي. هذا كان واضح على اداء المنتخب السعودي. اعتقد ممكن كان في تخوف كبير من اللاعبين من يعني جنوح او ميل بعض اللاعبين الفيتناميين الى الخشونه. نجحنا في تجاوز مثل هذه المباراه. انا اعتقد ان مباراه اليوم كانت جرس انذار، جرس انذار للمنتخب السعودي. صحيح ان حققنا الفوز، لكن جرس انذار لمباراتنا امام الصين. عندنا مباريات متبقيه، يجب علينا ان نحافظ على البطاقه الاولى، وراح اقول لك المركز الثاني، انا اقول لك البطاقه الاولى. يجب علينا نحن ان يعني نتمسك ونقبض على صداره المجموعه حتى نكون مرتاحين بشكل اكبر. عندنا مباراتنا الجايه قدام الصين، مهم جدا، يعني فتره الثلاث شهور الجايه هذه اللي تقريبا شهر، نهايه شهر واحد، هذه بتكون فتره استراحة للصقور. علينا أن نكون أكثر يعني تركيز في المباراة الجاية أمام المنتخب الصيني. اليوم أنا أعتقد يعني يمكن إلى آخر دقيقة كنا متخوفين أن يصير في تعادل. هذا يعطي انطباع على أن الأداء اليوم ما كان على المستوى المطلوب. لو تلاحظ اليوم راينارد وهو على دكة البدلاء كأنه غاضب، يعني على من أداء اللاعبين، رغم أنه لم يذكر هذا الشيء على في المؤتمر الصحفي، لكن كان صحيح. واضح جدا من تعابير مشاعره ومن تعابير وجهه في المباراه. بالنسبه لي انا اشوف الاهم احنا حققنا النقاط الثلاث. مثل ما قلت احنا بحاجه الوصول الى النقطه 19 والنقطه 20 حتى نضمن اليوم، حتى النتائج ساعدتنا اليوم. صحيح. ما تعتقد انه خفف من غضب رينار ما اسفرت عنه نتائج، خاصه نتيجه استراليا والصين؟ صحيح، بس لازم احنا نعرف، ترى عندنا مباراه مع اليابان ومع استراليا، هذه يعني 6 نقاط. أيه. 6 نقاط بامكاننا تسوي مشكله علينا، وتسوي مثل ما نقول احنا هز للمنتخب السعودي في حال ان احنا ركننا الى يعني المعطيات اللي شفناها في الفتره اللي راحت. يجب علينا، انا قلت يجب علينا ان لا نلتفت للوراء، يجب علينا ان نواصل. امامنا مباراه عمان وايضا مباراه استراليا، مو استراليا، الصين. بعدها تكون الحاسمه اللي بتكون امام اليابان وامام استراليا في الختام. اعتقد ان المرحله الجايه مرحله صعبه جدا، يجب علينا ان نتعامل معها بذكاء ونتعامل معها باحترافيه في المرحله الجايه. اليوم انا اعتقد ممكن مثلا راينرد اليوم يطلع في المؤتمر الصحفي ويتكلم كلام دبلوماسي. اعتقد اليوم مؤتمر صحفي كلامه تقريبا عن مساله المباراه كانت صعبه والارضيه وكذا، يعني محاوله لصرف الانظار عن مثلا اداء اللاعبين اليوم. بالنسبه لنا كنا متخوفين، صحيح احنا سعداء بالنتيجه، لكن جرس انذار. مش منطقي ان الفريق المتصدر لما يلعب امام الفريق متذيل الترتيب واللي ما عنده اي نقطه في رصيده يلعب باقل من المستوى المعهود عنه؟ والله شوف، يعني انا اعتقد يمكن منطقي جدا اساسا، المنتخب الفيتنامي ما عنده شيء يخسر، هو يريد يحقق يعني نتيجه ايجابيه باي طريقه، اي طريقه كانت.
ايضا مثل ما قلت انا من شوي في عنف شوي شفناه اليوم في المنتخب الفيتنامي ولهم جديد عليه. انا اتابع هذا المنتخب تقريبا من سنتين او ثلاث سنوات، منتخب عنيف شوي يعني، ترى اداء قريب من الاداء المنتخب الصيني في مساله الخشونه. وبالتالي يعني اليوم كان هناك تخوف كبير من اللاعبين في مساله ان يلحق بهم اذى او اصابه في هذه المباراه. لكن الاهم الحين تحقق يعني النقاط الثلاث من خلال هدف صالح الشهري، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا. صحيح.